تحيي الفنانة نانسي عجرم حفل توزيع جوائز الام سي اف للاعلام مؤسسة مي شدياء وذلك بنسخته الثانية يلي رح تقام في احد الفنادق في دبي، ومن المقرر ان يتم تكريم وجوه عالمية وعربية بارزة بصناعة الاعلام. يواصل النجم رامي مراد تألقه متنقلا بين لبنان وعدد من الدول العربية لا سيما دبي ودمشق وقطر، وعم بيقدم باقة من أجمل الأغنيات الخاصة والأغنيات اللبنانية والعربية يلي تعود عليها جمهور رامي مراد ويلي صار عم ينطره في معظم الدول العربية.